ايوه خاوتنا، الصحافه العالميه على كل حال صابت هذا الموضوع دشم دشم ياشر ياشر، وكشفت باللي الحكومه المخزينيه فيها وزيره متعوده دايما. ايوه كما قال عادل امام. والله الا كبرنا وشفنا وزيره متعوده دايما. شوف عادل امام قال عنده سنوات من السبعينات، رانا في 2024 ومن بعد بانت لنا باللي كاينه في المروك وفي الحكومه المخزينيه وزيره متعوده دايما. اضحك اضحك راه بطل، اضحك على الحكومه المخزينيه. المهم خاوتنا من عاده الحاج احمد، على كل حال على كل حال من عاتي الموضوع نديه من عده اطراف، فلربما ادعاوا عليها فلربما ماهيش هي، نعطوا لها فرصه باه تهضر. هذا الوزيره ليلى بن علي متعوده دايما. المهم ليلى بن علي نستضفوها على كل حال في الحصه تاعنا وفي في الفيديو تاع الحاج احمد باش نحاوروها ونعرفوا الحقيقه والاسباب والمسببات، وكان اسئله نطرحوها عليها وهي رايحه تجاوبنا. خاوتنا ابقاو في المتابعه. Go, 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 go